واطيب. اوف طابور. طابور ايه وانا داخل اقبض المعاش؟ هو في ايه؟ ما تخلصي بقى، العريس عفن هو وامه جوه. انا مش مالحه على الناس، سيبني اشوف شغل. حد يسيب عريس محترم زي ابو دان ده ويدي حقن للواغش ده؟ ايه مش مالي عينك كده ولا ايه؟ بس عديها لك وانا ايدي تقيله وهتبقى شرجيه. سيبني اشوف شغل، انت حالك جوز جواز صالونات. صالونات؟ ده هيبقى جواز حمامات. دي سيره دي؟ امشي. يلا. وانت واقف فاتح لي السوسته اللي انت تحت الطاهر؟ يلا يابا من هنا. انت كده قطعت اكل عيش. هو انا بتاع بلديه هصدر لك الفرش؟ يا بنت انا عايزك تتجوزي وتستتتي. عايزه استتت ولا تستولى على الشقه عشان تتجوز فيها؟ لعلمك بقى انا مش هتجوز الا الانسان اللي بحبه وحق. في ايه؟ انت بتحبي مين يا بنت؟ ما بحبش حد. تعالي هنا. قصدي يعني لما احب. احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان. صح. ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن. سامع؟ وسمعني سلام، اللي ملوش كبير يشتري له كبير وطالع لك كبير. صباحين وحتة على احلى عم في الدنيا. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايزك تنزل معايا دلوقتي بسرعه. مش هينفع، انا عندي ظروف خاصه جدا. يا عم استنى بس، البنت تفاحه جالها عريس لقطه تحت، ابن حلال ومعاه فلوس، عايزك تنزل معايا عشان تقنعه. اصل بصراحه انا واخد حبايه ضغط. وانت من امتى عندك ضغط؟ لما بشوفك بيجي لي الضغط. يا عم استنى بس، ده انت الكبير بتاعنا اللي بنلجأ له في حل مشاكلنا. اصلك انت مش فاهم يا حاحا، انا نفسي مزنوق ومحتاج لاي حد الجأ له. طب ما تلجأ لنا. الجأ لنا انا وتفاحه ونتلم في حضن بعض ونبقى اسره واحده. حضن ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده الحضن اللي انا كنت مستنيه؟ ايه ده يا عم؟ في ايه؟ ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه؟ ده انت زي البومب، ده انت زقتني زقه جامده قوي، وضغطك عالي وواطي وسخن. ايه في ايه؟ الله يطمنك. صحيح؟ بس بص عاوز افهمك حاجه، انت واختك شوفوا لكم اي حد بقى يتحشر منكم، ما تحشروش راجل حزين زي منكم. حزين؟ حزين. بيره وشموع وربع اللحم وضغط عالي وواطي وحزين، امال لو فرحان كنت هتبقى عامل ازاي؟ بقول لك ايه؟ تلاتة بالله العظيم انا ماشي من هنا الا رجل على رجلك عشان اقابل العريس تحت. يلا استنى. طيب يلا بس تعالى. استنى هتاخدني كده هتجرني على بلا وشي اغير هدومي. طيب. طب روح غير بس بسرعه. طيب. يا رب محولي حبايب ما يروحش. كح يا رقيق. ما خلاص. دي شكلها تعبانه قوي يا عم. ايوه هي تعبانه وربنا مش كاتب لها الشفا. لو سمحت يا ست مفيش دكاتره هنا، معلش. هو كان فيه بس راح مشوار غصب عنه، احتمال يفتح بعد ساعه. مفيش دكاتره هنا ومفيش حد هيفتح. يلا يا ست بطلي كحه قرفتينا. ايه ده يا عم؟ دي شكلها هتموت خالص. هي كانت هتموت، هتموت، بس كتب لها عمر جديد. ايه حلوه البراندة؟ هايله هايله. خش جنبي نسيبك. اتفضل يا اخويا. خليك انت جنبي. ريحي رجليكي عشان ما تنملش. معلش العروسه متاخره شويه عند الكوافير، زمانها جايه. الله زي القمر. والله ما حد قمر غيرك انت. ممكن اعزمك على سينما ميد نايت؟ ميد نايت؟ بلاش، نخليها حفله تسعة. اقول لك احنا نطلع عندي فوق، انا مشبر ازازتين بيره ومسخن ورقه لحم على شويه لب وسوداني، وننزل على طول على السينما كارهين بعض، ايه رايك؟ لا لا لا، انا عايزه اتفرج على بقيه الشقه، مش وقته. شقه مين عدم المؤاخذه؟ الشقة دي اللي هيتجوز فيها ابني. الشقة دي بتاعتي ومحدش هيتجوز فيها الا انا. يا نعم، انا هتجوز في الشقة دي إيه؟ وانا عجبني العريس ده، عايز اتجوزها. وانا كمان حبيتها من اول نظرة، عشان طبيعية يا ابي حاحة، جوزهاني. وانا كمان عمي ماشي مأذون حالا. يلا خلي المأذون في الميد نايت. ميد نايت ايه؟ انت رايح تجيب كيس فشار؟ ايه يا عمي؟ مفيش جواز يا عم الحاج.
يلا توكل على الله. ايه ده؟ في ايه يا بيحة؟ بلا بيحة ولا بتاع. يلا يا ست مع الف سلامة، بره من غير مطرود. ممكن اول المطرودين انت يا عمي، توكل على الله. يا مامة العريس توكل على الله، وانت بقى ورحمة امي لو وقعلك صف اسناني. ولا زعل نفسك، امسك. يا ولاد الحقن دي سلاح خطر، طب يملوها مضاد حيوي ودي مساح وعلاج. تعالى يا ابني ببص لك السبوبه على حقها، انت عايز تبعد الثاني ولا؟ ابيك على ايه يا حصه؟ انت تسوى يا بنت. وحشه ولا بايره؟ الاثنين. قصدي الاثنين مش فيكي. طب امسك ايدي. ماشي. طب العريس تاو تاني على العرف. ها؟ الاربعه خمسه اللي انت طفشتيهم. خليكي كده قاعده لحد ما تدوري وتقعدي في عربيزنا. واحنا عربيزنا مش مستحمله. ده انا حلوه ومدملكه والف مين يهواني، الدور والباقي عليك اللي مش هتلاقي كلبه تعبرك. تعبرك؟ ده انا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقول لها يا عمي. اقول لها ايه؟ اول حاجه ما شفتهاش اكذب يعني؟ بمرض بنت خالتك المعفنه اللي خطبتها، ده النوع بتاعها سحبوه من السوق. بس مربيه على ايدي وضامن ان عدادها عزيره. ده انت لو دورت عليها هتلاقي قلب عداد ومستخفلات. انا ما اسمحلكيش تتكلمي على بنت خالتك بالطريقه دي. يا ولاد اطمنوا، دلوقتي ما حدش بيمشي بالعداد، لا رجاله ولا ستات. النسوان بتقطع نفسها عليه، ده انت اوفر ايدج. دلوقتي بتعايريني بالسنه تفاحه؟ هو انا اتاخرت في الجواز ليه؟ مش عشان اسطرك؟ سطر مين يا مفضوح؟ عايز نخله عشان تلهى في الشقه؟ لا ده بعدك، انا قاعد على قلبك. انتوا مش ناويين تخلصوا الخناقه دي؟ مش كفايه ضيعتوا عليا جلسه العلاج الطبيعي؟ الله يلعنكم اليوم اللي امي خلفت فيه ابوكم وبقيت عمكم. ايه ده؟ انت ايه اللي حشر ربنا واحنا بنتخانق؟ مش مكتوب من نفسك تجيب عمك اللي عمره ما حبنا ننشر غسلنا الوسخ قدامه؟ وانتوا انشر غسلكم ليه؟ سيبي منقوع قد سنه عشان ينضف. ما انت اللي خليتينا نلجا له عشان نحل خلافاتنا، خليتينا نلجا للياس وقعد ما يسواش. عنده حق، خليكي يرجع. يعني الادب هي دي اخرتها يا واد؟ اتنين اخوات بيتخانوا مع بعض، تحشر بينهم ليه؟ صحيح انت مالك؟ دي مصارين البط بتتعارك. تصدق انت صح ولا غلطان؟ فك يا اخويا مصارينكم من على رقبتي قبل ما تسخني. غرب غرب 60 داهيه. الحق انا اشوف دكتور يوافق يجي يديني جلسه. انا بيه انا بيب انا بيب انا بيب انا جيب انا بيب يا عمي لبيب انا بيب. انبوبة بعت لها جواب، انبوبة ولا سألت فيا؟ انبوبة ايه الاسباب؟ انبوبة ما ترد عليا. انبوبة انبوبة انت 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 مش لسه جاي الصبح ومحدش عبرك؟ الله يخرب بيوتكم. جرى ايه يا جدع انت؟ طلعت دماغنا. ما تقول يا ادو تخبط في حته تانيه. بس الحق عليا ان انا حامل امكم. افرضوا حد حب يقوم بالواجب مع امه العيال والانبوبه خلصت، اشيل ذنبه ولا اشيل ذنبه؟ وافرض واحده ست عايزه تبسط جوزها وما لقتش ميه سخنه، اشيل ذنبها برضه ولا اشيل ذنبها؟ انت ادي بتاع الانابيب. ليلتنا قشطه، ليلتنا عسل، احلى انبوبه في تاريخ الغاز كله. هات يا واد انبوبه واطلع يلا. ثواني ثواني. حاضر يا ست هان. يا ساتر وحشتيني يا توتا. وانت كمان يا ولا وحشتني. يخرب بيت امك، انت جاي تفضحني ولا ايه يا ولا؟ معلش معلش غبائي، خلي خلي. طب امسك بقى يا اخويا غباك عشان ما نتفضحش. طب ما تقفلي باب الشقه عشان نتكلم براحتنا. لا يا حبيبي لسه بدري لما يتقفل علينا باب الشقه. اخص عليكي، انا مستحيل افكر في اللي بالك. بس الشيطان ممكن يفكرك. طب وين اخذ العذاب ده؟ مفيش امل تقنع اخوكي. اقنعه بايه يا حصر؟ لا مال ولا جمال ولا شقه. انا عارف ان شغلانتي صعبه، بس وانا لقيت غيرها. عارفه انا مرعوب، الغاز الطبيعي هيخش المنطقه. تف من بقك، ده كفايه دخلتك عليا بالانبوب. خلاص نهرب ونتجوز عرفي. تاني هتقفلني منك؟ تاني؟ وانا كل ما اقول لك على حاجه تقول هتقفلني منك، وانا بحب اكره. يعني انت رايك فيا ان انا جامد وذكر والستات بتموت فيا؟ لحد دلوقتي ده ظن. انا هحولهولك الى يقين لا يرقى اليه الشك. لعلمك انا اول ما بسمع حرف الكاف بتشائم على طول. هو شكلك كده بقى مسكت ومالكش غير في الكلام ده. انا هخليكي ما تحبيش في حروف اللغه العربيه غير حرف الكاف. عارفه ليه؟ ليه؟ لاني هقطعك يا لهوي.
ياهوي بتعملي ايه يا بنت عندك يا بنت؟ يا فاكره ما شفت الرعبه؟ لا مؤاخذه يا طنط، اصل انا عايز اشرح لك. طنطي مين يا روح امك؟ ده انا هخليك تكسر حصك حياتك. طيب طيب هخليك تكسر الليله وانت هقطعك حياتك. هخليك تكسر الليله هخليك تكسر حياتك. يلا هخليك تكسر حصك. ياهوي هقول يا بنت هقول يا بنت بقولك انا نفسي اعرف ايه اخر الجرران الناعم ده؟ ما تجيب نار الحل لحظه يا بنت. انا عمي وقلبي عليكي، وبصراحه ربنا بقى انا مش عاجبني رميتك في البيت كده زيك زي اي اباجوره لمبتها محروقه. هي الست اخرتها ايه؟ لازم تتستر في بيت جوزها وتخلف عيال، امال ايه؟ طب دوقي نفسه في الكشري. هي يا سلام، انت ما نفسكيش تبقى ام يا بنت يا تفاحه. انا ما اقصدش اقلب عليك المواجع يا تفاحه، بس عاوزك تاخدي بالك ان العمر بيعدي والتفاح بيعطب بسرعه. يعني انت شفت حد بيتقدم لي يا عمي؟ كلهم طمعانين في الشقه، مفيش حد بيتقدم لي عشان دواخلي يا عمي. انا بقى جايب لك اخصائي، والراجل اللي جاي ده شاري ان شاء الله تكوني عامله حادثه. يا بنتي لازم تتجوزي جوازه مستريحه زي اخواتك. يعني عشان اتجوز جوازه مستريحه اروح اتغرب في الصومال زي نعمه، ولا اتجوز راجل حرامي زي عليا، ولا اتجوز راجل خيره زي ماده؟ يا عمي انا عايزه فتى يعني احلامي يكون اسمر. ها اسمر يا سمراني. مين قساك عليا؟ لو ترضى. مساء الخير على احلى عم في جمهوريه مصر العالميه، ونسمع سلام باحترام بيقول مصر ايه يا عمي؟ خيرها جوه فمي. ايه ده انتوا بتاكلوا كشري؟ ده انا جايب لكم نجريسكو بالهوتشوس. شطه تاني؟ ده انت اسمك ما بيفرقش لساني. يعني ايه؟ بالشطه. اسكت، مش البنت التفاحه جالها عريس نقطه؟ المعلم زهني شطه. المعلم زهني اتاري عمال يتملحس لي، وانا فاكره عايز يفتحني في موضوع الشقه. هو تملحس لك؟ تملحس لي كتير. اصله هراني ملحسه. مش بعيد بقى يكون عايز يتجوزني عشان ياخد الشقه. شقه يا قطه الشقه. بص يا معزه، بجيتك دي هتبوظ الجوازه، ايه رايك؟ انت بتنططي على ايه؟ انت فاكره نفسك مين اساسا؟ الحمد لله انا حاسه بانوثتي، محتاجه شهادتك. كفايه بصت الناس عليا في الشارع. بصات الناس يا واطي؟ طبعا انا اشوفك خارجه بلبس محزق ولا ملطخه وشك بمكياج، ورحمه ابوك اللي هتفادك هنا في الشقه دي. انت ايه اللي جابك بس مكياج؟ خلاص هتتقنع. هتتقنع يا عم ورجلها فوق رقبتها، ورحمه ابوك اللي هتتجوزي زهني بتاع الكشري. ونسمع سلام العدس الليله ليله عيده. العدس الليله عيده يا رب تبارك وتبارك. العيد الليله يا رب تبارك. بس هقول لكم تصبحوا على خير يا اولاد. انا طالع. ايه رايك في المكان الجامد ده؟ على فكره بيعملوا هنا ستيك جامد جدا. لا يا اخويا ماليش في الايس كريم. يا بت ده سمك مدخن. بلا مدخن بلا منفس. انا مش فاهم اخوكي ده بيتنك عليه على ايه؟ ده ورئيس شركه الغاز الطبيعي بذات نفسيته ما يعملش معايا كده. هو حاحا ما بيتقاكش من يومه مش عارفه ليه، بس انت ما تخليش حد يهز ثقتك في نفسه. انت عارف يا واد وانت بتلفح الانبوبه كده على كتفك وماشي في الحاره زي الاسد، بشوف نفسي كده وانت لافحني على كتفك في ليله الدخل، وقلبي كده بيرفرف من السعاده. ده انا عايش عشان احقق الحلم ده. ده انا ساعات بشيل ثلاث انابيب مره واحده عشان احضر نفسي الليله دي. يعني انا بحمول الثلاث انابيب؟ بس الانابيب متعبيه غاز. اما انت أبوبة متعبية قشطة، أبوبة متعبية عسل، أبوبة متعبية يا منبه وهتمسكني من جمالي. ده انا كده بقى لازمني منظم. بتعمل ايه؟ بلد على المتر. مشاريف انابيب انابيب انابيب. اصحى يا منطقة واسمع الندى. انابيب
ما شاء الله بقيتي فين ما كنت وبقيت ال ها يا لا لا انت ليه ما ولا انت تعرفني؟ لا خالص ولا انا اعرفك. يلا انا عايز اكلم الصومال كمان يعني لا نعرف بعض وعاوز اتكلم الصومال. طب اعمل ايه انا؟ صومال ايه بس؟ في حد يكلم الصومال في عز الحر والدنيا ساقعه برد موت كده؟ حرام. بيتكلموا فين؟ انت عارفه انت عاوزه تكلمي بالنادي في المغاره بتاعته تورا بورا مورا كفنطوره دي؟ والله كلام سهل. صومال ايه ده؟ انا عايز اكلم اختي في الصومال في مجدش وادي النمر. انسى. طب ما تقولي كده من الصبح. انا بصراحه انا قاعد هنا بقالي عمري ما حد طلب مني الصومال دي. هي الصومال دي لها مفتاح ولا ترباس؟ وحين الترباس ده يزرجن بقى ويبقى عايز ناس. هي اختك ايه اللي وداها الصومال؟ جالها عريس صومالي هيسطرها. نقول له لا ونسيبها تعنس؟ لا طبعا نسيبها تعنس. انا بصراحه لو جالي واحد صومالي والله كنت عنس. ما انت عارف انا الصوماله والتعنيس بيبقوا. وبعدين وبعدين في ايه؟ اتفضل حضرتك في كنيبه كنيبه كابينه سته. كنيبه لوك لوك لوك. لو مش عاجباك ادخلي خمسه مفيش مشكله. يا حسين هو مفتاح الصومال كام؟ الو مين بيتكلم؟ ازيك يا تفاحه؟ اه نعمه حبيبتي. ايه حبيبتي ازيك؟ عامله ايه وازاي عيالك؟ الحمد لله يا حبيبتي كلهم بيسلموا عليكي. لو كان دلوقتي هيبقوا تسعة يا اختي. حمي نفسك شوية يا نعمة. يا اختي قولي خليهم 10 11 12 ان شاء الله. عايزين يجوزوني بالعافية يا نعمة. يجوزوكي مين يا تفاحة؟ معلم زوني بتاع الكشري. بتاع الجزم؟ ما هو كان على ايام الجزمجي دلوقتي بقى بتاع الكشري. انا عايزاكي تكلمي حاحة قولي ان انا مش هتجوز الراجل ده. حاضر يا حبيبتي هكلمهولك. ايه صوت البومب ده يا نعمة؟ ليه يا ستي ده فين طلاب البلد؟ ده غير بتاع الشهر اللي فات. حسين جوزي بقى ربنا معايا ده اكيد في المعتقل. حاضر هكلمك. يا ربنا يا نعمة. نعمة ايه ده؟ الانفجارات ايه اللي حصل؟ استني 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 انت بتعملي ايه؟ واخدني على حامك هنا ليه؟ هو انا قدك؟ لا ده لسه في طقوس كتير لازم اعملها الاول. طبعا تنسيش ان انا بقالي فتره بعيد عن الملاعب لازم اسخن الاول بدل ما يجيلي كرامب اثناء الماتش ويقعدوني على دكه الاحتياطي. ما بموت في ضحكتك السخنه. عميه حبيباه. لا 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 مال وشك مخطوف كده ليه يا عمو؟
اصله لما بياخد حبايه الضغط بتبهدله. عشان كده تلاقوني دايخ ولازم اخش اريح شويه عن اذنكم. ازاي؟ ده احنا قلنا لازم نيجي نقعد عندك عشان نخلص موضوع جواز تفاح. قصدك نناقش موضوع الجواز. طب وانا مالي انا؟ يعني انت مالك؟ انت كبرنا وبعدين انت صاحب الجوازه دي. طب ممكن تيجوا بعد ساعه يكون مفعول الحبايه خلص والضغط نزل شويه. انا هخش افك ميه. لا احنا في ايه ولا في ايه؟ ولا خد رايح فين انت؟ ازيك يا عم؟ انا ما سمحتش لحد يدخل. انا مستغرب. ربنا يا عم اوعى تنسى كلمه سر عصفور. عصفور مين؟ لا ده عصفور كنت مربيه طائر. جواز كنت عملته القعدة دي تحت. ما تتجوزي بقى وتخلصينا من اللي مش عارفه كده كلها. لو ولا بس يا حبيبي زي الفل. ده اقل منك مش متجوزين وعندهم عيال حلوين. يا بنتي انت كل اللي يهمك تعرفيه عنه هي. انا عايزاكي تجيبي لي خرزه زرقاء كده حلوه زي دي. كلام اختي على الاخيره عندك انا اهو كوس ياسر 24 ساعه مسطول واشتري بالدنيا بس هو ولا ازازة ايه يا بنت؟ ازازة نفترين بيري. مكتوب عليها بيرة. بتعرف تقرا كويس؟ امال بتسقط ليه؟ ها؟ بتسقط ليه؟ اجري اقعد. انت ابني العب يا عامل فيه ايه؟ ايه صوت الحمار ده؟ ابني العب ابنك قعد ولا حلو؟ اجري اجري اجري. عايزين تبعوني بالرخيص؟ ماشي. أنا هسمع كلامكم. بس يبقى في فترة خطوبة الأول. خطوبة؟ خطوبة ايه يا جدع انت؟ الله تعوزني في شبت دي انزل عشان اشتري في البلنطين دبادين لخطيبتي؟ يا معلم هو احنا هنوقف الجواز عشان خاطر الدبادين؟ بلاها الدبادين. ايوه هات لها ارانيب. ماشي. طب نسوين لما يسالوني راح فين يا زهري؟ اقول لهم رايح افتح خطيبتي؟ دول كانوا كلوني. دي فترة وهتروح لحالها يا معلم. البنت برضه بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. على النبي. من حقها حقها انها تعيش مشاعرها. مشاعرها زيها زي اي بنت. بنت خلقها ربنا. ربنا. وسمعني سلام. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. ايه بشطه ايه؟ ايه يا معلم؟ ما من حق البنت انها تعبر عن مشاعرها برضه. مشاعرها؟ ليه؟ هتجوزها لتامر ايه؟ حسني؟ انا اما احب اعبر عن مشاعر يعني عبر في اوضه النوم في مشاعر مش هتشط اكتر من كده. انت ازاي تتكلم عن اختي بالطريقه دي؟ بس هسيبه مش خطيبته. بكره انت لما تتجوز هتعرف معنى المشاعر. يلا امشي بقى عشان اعرف اتكلم مع المعلم. ماشي يلا امشي. ماله بيعمل كده؟ بيقلل الكلام في دماغه. اصل بياخد وقت على ما يفهم. ان شاء الله طلع لك. اه طبعا مش عمه. اذا كان على منظرك يا معلم قدام الناس ليك عليا هنعمل لك فرح كبير قوي في الحته عشان الناس كلها تفتكر ان انت اتجوزت على طول. بعد كتب الكتاب ده عبر عن مشاعرك براحتك. ايوه اظن ان الحق بقى ان انا اخد الحلاوه دلوقتي عشان انا كمان اعبر عن مشاعري. لا مش لما نرسى على بر الاول يا انكل. خد ربنا تفاحه بعتني بالرخيص. ما كانش قدامي غير كده. العاصفه كانت اقوى مني كنت لازم اوطلها. كنت فاهم ان حبنا اقوى من كل العواصف وقدام وطيتي مره هتفضلي موطيه العمر كله. اللي زي زهني ده عايز جوازه في سريع البني لما زهقوا يفضها سيره ويخلع. طب فرضنا زهني ده صبر وما خلعش يصبر مين؟ ده انا هكرهه في عيشته. نهايته هتبقى على ايدي. يستحسن عشان ده لو ما حصلش نهايه كل الاثنين هتبقى على ايدي انا. للدرجه دي يا واد بتحبني؟ انت بتعمل ايه؟ انا هكون بعمل ايه يا باشا؟ بغير الانبوبه. فيها حاحا يرضيك كده لو الانبوبه فرقعت في وشنا؟ الله في ايه؟ انت مش لسه مغيراها من يومين؟ ما هي بتخلص بسرعه عشان يعني بغلي الحقن. فعلا الغاز بيسحب حقن كتير. يا سلام. طب يلا يلا شيل انبوبتك من هنا ووريني رشاكه خبوتك. يلا اخلع. اشتريت معامله يا استاذ حاحا. ده على برضه على بعض الله زي بعض. نعم اخويا زي بعض. انت هتعمل راسك براسي يا معفن؟ غور يا غور مش عايز اشوف وشك كده تاني. غور. الف مبروك يا عروسه. انا قابلت المعلم زوني تحت ووافق على الخطوبه. الف مبروك اختي. بقولها لك من كل قلبي. ما تقوليش كده ده اقل واجب بين الاخوات. ماله ده؟ بيقولوا ان قلبه بيوجعه ولازم له عمليه فورا. طب روح انت نادي الدكتور بسرعه. الدكتور احمد الفلاوي ادوه لغرفه العمليه. يما يخرب بيتك انت اللي جابك هنا.
اسبوع انا مش عارف اعطر فيكي، كنت هتجنن. قلبي وجعني بجد. انت عارف لو حاحه شافك هيبقى فيها دم، واحنا يا اخويا صعايده الواحده مننا ملهاش الا شرفها وصغتها. انا هثبت لك ان فوز عمره ما يتحطم، وان جواه اراده اقوى من اراده ناديه. ليلى 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 صوتك حلو بس منظرك عار. فرصة نظيفة قوي يا سعادة الباشا، أنا إذا كان عليا أجوزها لك وقتي في التو واللحظة، بس أنت عارف يعني أبقى راجل مش تمام لو ما عملت زي ما بيعملوا في المناسبات اللي زي دي، إن إحنا ناخد رأي البت وكده يعني. طبعًا طبعًا، أنا بس نفسي تقنعها بموضوع إن مش هقدر أعمل فرح عشان أنت عارف ظروفي الخاصة، إنما أنا أجيب لها شقة غير إنها تحت أمركم في أي طلبات مادية. عيب يا دكتور ما تقولش كده، إحنا بنشتري راجل. واخر حاجه تهمنا الفلوس، احنا كل اللي يهمنا سعاده بنتنا، وبما ان سعاده بنتنا مرتبطه بالفلوس نتكلم شويه في الفلوس. مش هتجوزها لو حتى قتلتني يا حاحه، ولو طقت يا بنت ده دكتور. انت تقولي تتجوزي دكتور؟ ما بحبوش. حب تاني هتقولي حب؟ قصدي ما بسرحلوش يعني. هو سابوه ولا توكا؟ يا بنت عالي واحسبيها صح، ولو احسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديد. ها وزمايلي كلهم بيقولوا عليه كلام وحش. وهو لو راجل وحش كان جيت قدامك يا بنت بقولك ده دكتور. دكتور هو انا عيان عشان اتجوز دكتور؟ كل ده ايه؟ عشان بتاع الانابيب البوتاجازه بعينه واحده اللي انت بتحبيه؟ انت فكرك يعني بعد ما نضف واستحمى وبقى ناطر هيبص لك ده هيتجوز اقرب فتاه فيديو كريب هتقابله، ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات. حرام عليكي حرام عليكي، ضيعتينا معاكي. انا صبرت عليكي بما فيه الكفايه، من النهارده انا مش هبص لك، هبص لنفسي وهبص لدنيتي. خش يا عروسه برجلك اليمين. ايه حاجه ده؟ بقول لك العروسه كمان اخلع. اتفضلي يا عروسه بوجهك اليمين. لا هخش بالشمال، اصل انا شغله والركب عني. حلاوتك يا ابيض. الليله ليلتي، الليله ليلتي يعني فرحي، يعني دخلتي النهارده. واسمع سلام، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما. ايوه ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما. عريسي حياخدني بالسلامه يا ماما. شماء شماء يا ماما، الناس بترقص علشاني. حاسه حاسه يا ماما كبرت قوي وداني. ايوه يلا كمان. ايوه اهو 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 اهو. وفيها هو انت ما تعرفيش يا اختي؟ لا ما اعرفش يا اختي، احنا بقينا هازبنت اند واي. خلاص ربنا سأل حاحة عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحة؟ اتجوزت رقاصة؟ اسمها فنانة استعراضية. ربنا يخليك ليا يا حاحة. لعلمك أنا ست في امتحانات فرقة رضا. بصي بقى حلاوة شمسينا. خلينا حلاوة شمسينا. خلينا تشيك 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 تشيك. من يومك وعندك ميول تبهرني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسن لك، لان اشرف منك يا ممرضه يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما طعمك بمناسبه الزفاف السعيده. سمعوني يا سلام، خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي.
مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابله الكولد دي؟ انا كنت جايه لك عايزه اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير العيله برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرتي يا اختي وبقيت عيل؟ بقول لك يا بت من الاخر كده، انا راجل سافر ومنحط ودول، وروحي يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحقي وحقيقي. الله ما توسع مراحك شويه يا عمي. بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقول لك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت مايسر رقاصه وبيقولوا انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده. انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني وارتزق انا راقه. يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي ماشي يا عمي ماشي. بقول لك ايه، اخرسي خالص وعدي ليلتك دي على خير. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيظي تفاحه دي، تمثيليه تمثيليه عشان نغيظها بيها. ماشي ومش هنسالك وقفتك جنبي يا مايسر. ما تقف جنبي دلوقتي يا حا بجمله الجمايل. يا اختي تنيلي انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته. بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسره الصغيره. مش كفايه انك دخلتيه؟ لا يا اخويا، احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده، بس ما اتفقناش تعذبني. ده في نمل بيمشي في عروقي. بصي النمل بيمشي ازاي. ده ايه المره المنمله دي؟ بقولك ايه يا مايسه، انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني. حرام يا بنت الناس، انا عايزه اتلم بقى. طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمه وتبقى عامه. طبعا يا خالتي ساميه، مهما حصل ما بيننا اختي ما يهونش عليا حاحة اللي عمله ده، ضميري ما يسمحش. هو حاحة اخويا صحيح، بس احنا ولايا زي بعض. طب مستنياك يا خالتي. بالسلامة يا حبيبتي، تكر وانت جاية. ايوه يا باشا، عايزة ابلغ عن قضية دعارة. بس بقى طب توريني مكان التطعيم بس. انت نايمة مع واحد عنده كوليرا. مش عايزة اشوف حاجة تانية. اغزي الشيطان بقى. الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايدة بجسمي. ايه لقيتي ولا انت وهو في يوم واحد؟ طب ما تولعني ده. نقطها يا حبيبي، نقطها يا عينيا ببوسه وطفيها، طفيها عشان اولع فيه. طول الشهر اقول عليه بنتي ما صدقتيش. يا حلوه ويا بنت يا فجرة فرحانة بنفسك يا بنت. خلي نفسك جدعة، تعالي هنا بس. استني استني، معلش دعوة بيا. هقول لك بس حاجة، استني. اوعى يا بنت. هقول لك حاجة يا بنت، استني بس. ايه عايز تضحك عليا بحكاية المواسير دي تاني؟ مواسير ايه يا بنت؟ مفيش ياما، ده كان فيلم والبيه جه في اخره. يا سامية صدقيني، انت تصدقي ان انا اتجوز واحدة زي دي؟ مالها دي يا روح امك؟ وحياة امي لا نورياك، انا هوصي عليك بلطجية مصر كلها، لو شافوك في فرح هيكسروا رجلك، انا هعرفك من دي. يا ناس اشهدوا، الراجل الدكر ما عملش حاجة لدي الدخلة، ما ذبحش القطة عشان هو اللي طلع قطة. طلع قطة. انا طلعت قطة. شفتي بقى؟ هي سيحت لي في المنطقة كلها وقالت عليا قطة. الزوجة الأصيلة ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطة. استنى سامية وحياة أبوك ورحمة أمك محاسيبك. وسمعني سلام، لو ما كنتش أنت تدلعني مين هيدلعني؟ سامية 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 استنى سامية هقول كده. بتبلغي عن البوليس يا اختي يا بنت امي وابويا؟ انا بلغ عنك البوليس يا حاحة. اعوذ بالله يا اخي. اعوذ بالله. اخوكي جاك خوت في دماغك. بس عموما الحمد لله انا في السليم. يا ترى البوليس ده طالع عند مين؟ مبروك يا عروسه.
الله يبارك فيك. ها ايه رايك بقى في العوامه؟ كويس. مش هتغيري هدومك ولا ايه؟ طبعا هغير هدومي طبعا، بس يعني لما اخد على المكان. قوي قوي، ده مكانك، انا عاوزك تحبيه عشان ده المكان اللي اشوف احلى ليالي حبنا. مفيش حاجه ديبوزيت تحت الحساب يعني؟ يعني ايه يا عم؟ ما هو اخر حاجه كنت اتوقعها انك تعمل كده. ايه ما بتحرمش غاوي رمرمه؟ رمرمه سناء، انت فاهمه غلط. مين دي؟ انت اللي مين يا حلوه وبتعملي ايه مع جوزي؟ متجوزي على سنه الله ورسوله يا اختي. وكمان متجوزها طبعا عرفي يا استاذ. عرفي مين يا ماما؟ لا عند المأذون. يا نهار ابوك اسود ومنيل، ده انا هخلي قشتك زي الهباب. ايه ده؟ سامعتش خد الدنجري كده ليه؟ يلا حبيبتي طلعينا بره. لا انت لا تنجري من هنا يا حلوه ودلوقتي حالا، فاهمه؟ لا يا حبيبتي ده بيتي، ما تقول لها يا اخوي. وكمان اشتريت لها شقه بفلوسي يا واطي. لا لا لا، ده شقه جار جديد ست شهور بس. يا نهار ابوك اسود، ايه جار جديد؟ وعشان اثبت لك ان دي علاقه مؤقته نزوه يعني، ما اقدرش استغنى عنك ابدا. اي واطي يا سافل، وحياة امك يا وريك. اوعى. يلا امشي نجري قدامي. نسيت طلقها. انت طالق بالتلاتة. انت طالق بالتلاتة. نسيت، عايزاك تاخدوا بالكم منها قوي، تروقوها على الاخر. وحياة امك انا اللي حروقك. اوعى يا انت مستوي نفسك. يلا ولا وحياة امي اللي اوريك يا عرة الرجال. يا عم اوعى. في ايه؟ هو المعلم غلط معاد الفلوس ولا حاجه؟ الظاهر ان احنا مش مكتوب علينا نفرع تفاحة، لا انا ولا انتي. حسبناك راحة. وانا اللي كنت فاكرك عايشة اسعد ايام حياتك، اتريكي كاتمة احساسك في قلبك وساكتة. ليه ما استنجدتيش بيا تفاحة؟ مرضتش حضرتك يا حاح. ما انتي احبطتيني بعد النفة دي. قلت على الاقل اهو عندي شقة اقعد فيها ست شهور لغاية ربنا ما يفرجها. انت كده ما عندكش اي حاجه خالص يا حاح. اهو ربنا اداني على دماغي وقال لي يا رزل يا رخم يا بارد، ليه تعمل كده في اختك؟ اختك دي ارجل منك مليون مره. لا يا حاح انت سيد الرجال. لا انا مش راجل يا تفاح. لا يا حاح انت راجل. انا مش راجل، والا والمصحف هرميكي في النيل هنا. خلاص يا حاح كل واحد اضرب نفسه. خلاص بقى ما تبطلي رغي بقى. انت هتشوح لي يا حاح ولا ايه؟ انت بتخبطيني في ايدي ليه طيب؟ طب ازاي يا حاح؟ انت بتضربيني ولا ايه؟ ايه يا حاح؟ بقول لك ايه والمصحف. خلاص يا حق. يا ترى فنانتنا الحلوه بترسم ايه؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ اتفضل اطلع بره. جيجي اديني فرصه اشرح لك حاجه. انا مش عايز اسمع حاجه. انا عايز افهمك حاجه. تفهمني ايه؟ قد ايه كنتوا بتقضوا وقت لطيف مع بعض؟ قد ايه كان بيتي مكان رائع لمقابلتكم؟ اتفضل اطلع بره. جيجي انا ماليش دعوه، هو اللي جاب البنات. اطلع بره. قال لي جايين ياخدوا كورس وجريني معاه الى احضان الرذيله. اطلع بره. وبعدين بقى هو اللي ذوقه وحش شويه، ما قلت له يا كريم حسن ذوقك ومستواك شويه. اطلع بره. انت يا تافر عايز ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ ما سيبوها في حالها بقى. مفيش حاجه يا طنط، احنا جايين نهدي النفوس. ايه راحت فين؟ بقول لك ايه؟ بنتي لا عايزه تشوف حد ولا تسمع حد، وكفايه بقى اللي حصل، واتفضل امشي من هنا. يا طنط اديني فرصه اشرح لك بقى. عارف لو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب لك البوليس، وهقول انك جاي تتهجم عليا انا وبنتي. هي حصلت البوليس؟ يعني مفيش فايده؟ بره! ماشي، احنا بينا وبين بعض المحاكم. انجز! اهدى شويه يا عم ابراهيم. سمارت بوي. وبعدين بقى امها دي باين عليها خرابت بيوت. حماتي انا خرابت بيوت؟
بدل ما تلم الموضوع وتخاف على بنتها عايزه تفتح الدنيا، وقالت لي لو ما مشيتش هبلغ البوليس. بوليس؟ بوليسي؟ اه عايزه تجيب لي البوليس، وقالت لي هقول البوليس انك عايز تتحرش بيا وببنتي. اسمع بقى، الرجاله مش هيحلوا الموضوع ده، احنا محتاجين واحده ست. ست ازاي يعني؟ الستات دايما بيأثروا على بعض، احنا محتاجين واحده تروح تقول لها كلمتين كده: يا بنتي الست ملهاش الا بيت جوزها، ده احنا ولايه، احنا من غيرهم ما نسواش حاجه، ولا ننحرف ونمشي ماشي بطال، كلمتين كده يعني. ها قلت ايه؟ ومين دي بقى اللي هتقول لها الكلام ده؟ تيتا. تيتا مين؟ تيتا تفيد، احنا عندنا كام تيتا. طب انا عليك عايز تغرقني. هي مين دي اللي اروح لها يا واد؟ جيجي يا تيتا، جيجي عايزينك تروحي تكلميها كلمتين حلوين كده ياثروا عليها عشان ترجع لكريم. كريم مين؟ نهار اسود عليا. اه كريم. طب يا اخويا هو حد يعني غضبها ولا مشاها ولا داس لها على طرف؟ سابت البيت بالسلامه بقى. انت لحقتي تنسي؟ انت لحقتي تنسي؟ مش انا قلت لك انها سابتني، فكرت اني اعرف واحده غيرها؟ يوه، هو انت اجرمت يعني علشان عرفت عليها واحده تانيه؟ ما كل الرجاله كده، ابوك عرف على امك وجدك الله يرحمه عرف علي انا بالاثنين والثلاثه في وقت واحد، وفي الاخر بيرجع لبيته ومراته. الست الشاطره ما تخربش بيتها بايدها، تصبر وتستحمل وهي الاخر اللي هتفوز. وعلى راي المثل، ناسيه اولتها وناسيه اخرتها. خلاص يا عم، اولتها واخرتها هتفوز بالجنه ونعيمها. يلا يا عم، يلا بشورتك المهببه دي. انا اسف ان انا جبتك هنا. استنى يا كريم، استنى حبيبي، استنى، انا ما جبتلكش حاجه. خد اشتري ارواح يا حبيبي. ارواح؟ ارواح بومبوني. خد يا حبيبي اثنين ثلاثه هم. وانا تيتا؟ لا، ما هو مع اخوك بقى، هو يجيبك. يا نهار اسود، ده الملك فاروق. ايه رايك في صفي بنت خالتي؟ رومانسيه وناعمه، وبعدين ممكن تخش لها من سكه المشاعر والاحاسيس. والله فكره. عايز مني ايه يا سافل يا دود؟ 5 سنين بلم فضايحك وانت مفيش فايده فيك، الخيانه في دمك. حالي اترفع عليها ده يدخل اراء المحكمه. اوعى تبقى ده مش عايز تطلع. مش هطلع واقعدي في الارض. وانا مش عايش معاك، والخلعه اكسبه، اخلعك يعني اخلعك. اوعي بدل مخلوعك. يا ناس انا هقعد. ماشي يا صفية، ماشي. اه ده انا ما بقولش ايه ده؟ انت عايز مني انت كمان؟ nothing nothing at all. انا بس كنت بشك ان عايزين محامي عشان موضوع الخلع. عندي المحاميه بتاعتي. طبعا انت يا طنط مخلوعه من 40 سنه. انا مخلوعه بره بره يا مخلوق. يا سلام، مبسوط قوي. عيلة امك دي طول عمرها غاوية فضايح. بقولك ايه؟ ما تعبش في عيلة امك. خلاص يا عم، عيب في عيلة انا. لو كانت الغالية امي عايشة الله يرحمها، ولا خالتك فوزية الله يرحمها، ولا خالتك شكرية الله يرحمها، وعمتك نبوية الله يرحمها. طب ايه رأيك في هبة الله يرحمها؟ ايه؟ هبة؟ هبة صاحبة جيجي؟ لا لا، بقولك ايه، كل اللي هبة دي بتنصر حقوق المرأة وهتقلب عليها تبوظ الدنيا. بالعكس، ده انت هتروح لها منكسر حزين مهموم، هتقوم هي بقى مساعداك من باب التنطيط على الرجاله. الموضوع هو الخيانه الزوجيه. للاسف مجتمعنا بيعالج الموضوع ده بشكل فيه ظلم كبير للمراه. عموما احنا دلوقتي معانا نموذج حر، حاله عاشت التجربه القاسيه، وبعدين هنفتح باب المناقشه. السيده جيهان عبد العزيز. يميني يلايمني عليه وانا كنت قطمت رقبته بقى الند يفون الملاك ده. عشان احكي تجربتي. الحقيقه انا مش عارفه ازاي ده حصل. مستحيل كنت اتخيل ان الانسان اللي انا حبيته قدر بسهوله ينسى ويخون. يا جيجي انت فهمتيني غلط، انا ما خنتكيش صدقيني. اقعد، هو انت اللي عامل فيها ده كله؟ انا هوضح لسيادتك بس حضرتك. سيادتي مين يا عم؟ لا، في ميس اندر ستاندينج في الموضوع. انت بتشتمني ولا ايه؟ طب ما انت انت وقعت ومحدش سمع عليك. تعملي جوال عذرك ولا ايه؟ القضيه ما تتحلش كده. هو انت يا نشر الجلاتون يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟
كده انا ما اتجوزتش. للدرجات يا هنت عليكي؟ بتقولي ايه؟ نجاحك اهم حاجه عندك، مش مهم مشاعر. انا ايوه انت، انت ازاي تتصوريني ممكن اعمل حاجه زي دي؟ تجيبي كريم وتجيبيني وتوقفينا قصاد بعض عشان تعلي الندى والناس تسقف. طب ده انا لو كنت اعرف انه جاي كنت خليته عبره لكل راجل فكر يخون. عموما الستات اللي جوه قاموا بالواجب، بس انت كان حقك تواجهيه. مش هقدر، انا اول ما شفته ضعفت. ايه بقى، انا لسه بحب، انا مش عارفه اعمل ايه. لازم لازم يا جيجي تتعلمي تواجهي ازماتك لوحدك. مش قادر، محدش هيحس بيهم قدك ومحدش هيطلعك منهم غيرك. انا عايزه اشوفك جيجي تانية اقوى من كده بكتير. عادي يا جماعه. طب وقصه الحب اللي بينهم؟ قصه خلصت خلاص. وكريم رضي بسهوله كده؟ انا اللي اصريت ببساطه كده. جيجي جيجي ولقيته في ثانيه بيطير في الهواء، والناس فضلت واقفه في ذهول، لكن ما عرفتش. اطلع بسرعه، اطلع اطلع. جيجي لو سمحت عايزك. ايوه يا حضرت، اي خدمه؟ ممكن اتكلم معاك شويه؟ انا هنا راجل البيت، كلمني انا. انتي توتي والله. عجبك اللي بيقوله مندوب الغاز ده؟ معتز ابن عمي ومن حقه يخاف عليا. يخاف عليكي مننا؟ ايه حضره التلامه دي؟ واحد واقف مع خطيبته وفي مكان شاعري، نخلي عندنا بقى شويه حساسه. انت ايه؟ انت ايه؟ خطيبته؟ اه خطيبته. وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ مش خايف تتكهرب؟ عجبك؟ البنات دول لما بيحبوا. العب في الجنينه يا حبيبي. كيمو حصل مين هنا؟ تعالى تعالى ترى. هلا. ازيك يا هلا؟ كريم ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا مها؟ الحمد لله على السلام. يا سلام. اخبار السنتر ايه؟ كله كويس. ايه هو انت ما قلتلهمش اننا اتقابلنا قبل كده ولا ايه؟ لا ما جاتش فرصه. والله وحشني يا بنات، انا حاسه زي ما كنت رجعت الايام الجامعه. ايه سرحان في ايه؟ في الذكريات. طب يا جماعه عن اذنكم، البيت بيتكم طبعا. انت اكيد ميت من الجوع. طبعا هتتغدي معانا يا هاله. لازم، نفسي ادوق اكل قوي. وانا يا كيمو جبت لك حته سيديهيه تحفه من المزيكا اللي انا وانت بنحب نسمعها. سمعيها لنا. قلبي في الليالي يا معذبو، قوم يحلوها لي يا مشنكلو شنكلو جننو. ناموا هم وسهروا. قلبي في الليالي يا معذبو، قوم يحلوها لي يا مشنكلو شنكلو جننو. ناموا هم وسهروا. لو طلبت ينقذوني يبعتولي دول، دول اكيد مش هيسيبوني غير في العباسية مول.
بس خلاص بقيت كريزي بقيت بشوف الدنيا هازي نسيتوني الانجليزي تو بي تو هاف تو ايه تو دو قلبي في الليالي يا معذبو قوم يا حلو هالي يا مشنكلو شنكلو جننو ناموا هما وسهروا دول عايزين يظبطوني طيبين ولاد حلال ماتش الملاكمة لعبوني وماتش تالت للعيال من شمال وهوب هوب ويلا كرسي في الكلوب لقيتني فجأة في الدروب بالقضية قلبي وقعوا قلبي في الليالي يا معذبو قوم يحلو هالي يا مشنكلو شنكلو جننو ناموا هما وسهروا لسه برضه مش عايزة تصالحي أشرف؟ مش فكرة أصالحه، هو الموضوع كله مش مريحني. عارف يا كريم أنا وأشرف مخطوبين بقالنا سنة بس هو بيحبني بقاله 3 سنين. طب ليه ما بتتجوزوش؟ مش عارفة، حاسة إني احتمال أقابل شخص تاني. شخص تاني؟ طب وأشرف؟ أشرف ما هو موجود يعني هيروح فين؟ بس أنا نفسي أقابل حد تاني يعني، وهي لو ظلمت قوي بقى أشرف موجود. إيه ده؟ يعني أنت مش فارقة معاكي؟ تتجوزي أي حد وخلاص؟ لا طبعا، انا عايزه حد لذيذ وديسنت وهانسم، وعايزاه يكون غني ومثقف وشغلانته كويسه وبيحب الرقص والغنى والمزيكا واصحابه يكونوا لذيذ. طب وده بقى نلاقيه فين؟ هلاقي الباب 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 اقفل وبنرجع لكم مرة تانية على الهواء. وقبل ما نكمل فقراتنا النهاردة هناخد مكالمة تليفونية ونقول الو الو. ايوه ايوه يا دينا، انا ابراهيم من ارض اللواء، انا عايز اسمع الفوني ام. مفيش حاجة للفوني ام. واضح ان احنا عندنا النهاردة مشكلة مع الاتصالات التليفونية، لحد ما تتصلح المشكلة دي هسيبكم مع اغنية تانية لنات كينج كول يا رب تعجبكم. بص يا اشرف، انا يعني الفتره اللي فاتت دي قعدت فكرت في الموضوع كتير قوي، وبصراحه يعني مش عارفه ان كانت علاقتنا يعني صح ولا ايه. يعني اكتشفت ان احنا بعاد عن بعض خالص، يعني ميولنا هواياتنا اهتماماتنا مفيش اي حاجه مشتركه ما بيننا. ايه مثلا؟ انا بحب الرقص والغنى والمزيكا والسفر، وانت مش كده خالص. انت بتبص لي كده ليه؟ اصل انت كلامك غريب جدا. انا فاكر كويس قوي ان ده كان من اسباب ارتباطنا ببعض. انت قلت لي احلى حاجه في علاقتنا ان احنا نكون مختلفين، وقلت لي ان انا لو كنت بفكر في الحاجات اللي انت بتحبيها الموضوع هيبقى ممل. مش ده كان كلامك برضو؟ مش عارفه بقى يا اشرف، افهمني، انا الموضوع كله بقى تقيل عليا، يعني مش حاسه ان انا قادره اكمل. بعدين الارتباط بالنسبة لي بقى حاجة بتضغط عليا، يمكن العيب مني أنا. ياه، واكتشفتي ده بعد 3 سنين؟ ما هو أنا كنت بحاول، وبعدين يعني لقيت إن أنا مش قادرة، ولما لقيت كده قلت إن أنا لازم أقولك، بس بصراحة يعني كنت مترددة شوية. يعني أشرف ممكن تساعدني في إن إحنا نسيب بعض؟ وكمان عايزانا أساعدك؟ بص يا دينا، أنا بحبك أوكي، ومن 3 سنين ويمكن أكتر ماشي، بس واضح اني اخترت غلط وانا اللي لازم اتحمل ده. اشرف انا مش عايزاك تبقى متضايق، يعني
مش عايزاك تزعل مني خالص. لا 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 خالص، مفيش اي زعل خالص. اصل انا اتضايق ولا انت تضايقي ولا كل الكلام ده على ايه؟ احنا بصي احنا نقف لحد هنا يعني، ماشي؟ لان ايه اصل مفيش معنى ان احنا نكمل يعني، نكمل عشان ايه يعني؟ كريم هو يا اختي البتاع ده هنفضل حاطينه قد ايه على وشنا؟ 10 دقايق ربع ساعة. كان عندي طبيخ. هلا، اشمعنى انا حاطه ليه توت بري؟ عشان انتي بشرتك حساسة ما تستحملش المانجا. يا ولد يا قليل الادب، تعالى يا ولد، تعالى هنا تتعدى المصري يا ولد. يا ليلتي تعالى هنا يا ولد. انا لمسيتك حديك على دايما يا كريم. انا حاطه حاجتي بعيد عن الولاد، شكلك عايز الاوضه. لا لا تحب الم حاجتي؟ لا لا انا اللي هلم نفسي واخرج. لا مفيش حاجه. اوكي وبعدين؟ يا ابني ما تجننيش، ارفع ايدك. لا مؤاخذه يا كريم، جعان حضر لك تاكل؟ لا لا شكرا. يا ابني اقعد جننتني بقى، اقوم بيعيط. كام يا ولد؟ شيش جوار يا تيتا. العب يا ولد. كام يا ولد؟ وبعدين بقى في العشرة اللي بقى لها اسبوع دي. رايح فين يا ولد؟ الباب بيخبط مش سامعه، ده بيهبط. كريم ليه؟ ايه اللي جاب؟ ازيك يا تيتا؟ كريم فهمني فيه، انت بتعمل ايه؟ ايه ده، في حاجه في هدومي؟ ايه ده، انا رايح اصيف ولا ايه؟ انت هتيجي تقعد عندي يومين، تخلصني بقى من الاحتلال اللي انت وقعتني فيه. طيب ما هقعد يومين عندك اهو، في قمصان وبنطلونات جينز وتيشيرتات. هم دول اللي هيطفشوهم. طفشوهم؟ اه. طب وهذا؟ ما تقلقش انا هظبطك. لا ما تدورش، هما بوكسرين وسليب غير اللي انا لابسه. انت هتسيب البيت وتتفش؟ هسيب البيت اروح فين بس يا تيتا؟ ده انت خضري. امال ايه؟ ما تكلموا يا كريم، بعد العشره الطويله اللي بينا دي هتسيبني؟ عشره ايه يا تيتا؟ هو انت مراتي؟ انا امال رايح فين؟ رايح توشكا. توشكا؟ انت اتجوزت؟ خد عندك بقى. بس انت مش فاهمه حضرتك، انت بتعمل ايه فويس؟ يا تيتا طالع سفريه تبع الشغل. شغل؟ ايه ساره؟ ايه؟ اه يا حبيبتي. لا ميرسي قوي ان انتي خدتي مكاني النهارده في الشركه. لا عندي موضوع مهم قوي احكي لك عليه بعدين. لا 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 خلاص بس عيب اشتغل. ازيك يا حبيبي؟ عمو كريم فين؟ بس ده اوعى، ده انت عيل نكد. مين دول؟ سلام. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اتفضل اتفضل حبيبي. بس يا عم بس يا بابا اتفضل. ده رايح على كريم ده؟ كريم مها. حبيب قلبي. تعال يا حبيبي. ايه الشنطه دي يا حبيبي؟ انا اصل المواسير ضربت عندي وغرقت الدنيا تاني. وقعد بقى انا غرقان في الميه بقى لي يومين، واخد بالك؟ فقلت لهم هتصلح في قد ايه؟ دي قال لك اسبوع او 10 ايام. قلت اجي اقعد عندك هنا الاسبوع او 10 ايام دول. يا سيدي اسبوع، شهر، سنه، البيت بيتك. الله يخليك. ايه 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 مال رقبتك؟ لا مش قصدي، ما تطلع تريح كده بقى فوق. فين؟ اطلع رايح في اوضتي بقى، عشان الاوضه اللي انت متعود تبات فيها قاعده فيها ما معلش. يلا مفيش مشكله. حبيبي بس عليك بس. يو معلش بقى يا ابن خالي، وانا ما عملتلوش غير يعني، كل شهر بتحصل معاك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك.
مدام جيهان عبد العزيز نازله عندكم؟ غرفه 216 بس هي بره دلوقتي، الاستاذ لسه سائل عليها. سيبك المرة دي غير ما تعرف الحقيقة. وحشتك. بعد إذنك أنا لازم أمشي. جيجي أرجوك اسمعيني، أنا لسه بحبك. لو كنت بتحبني ما كنتش خنتني. أنا ما خنتكيش صدقيني، الموضوع فيه سوء تفاهم. أنا فوجئت ماجد جايب البنتين دول وجاي، لا عمري شفتهم قبل كده ولا حتى أعرف أساميهم. والبنات اللي في الجيم؟ لا لا لا، دول أصحابي من أيام الجامعة. وبعدين ما فيش بيني وبينهم أي حاجة. كريم أهو! كريم! جيجي انا عنك يا روح قلبي. عم كريم كريم، شفت المفاجأة الحلوة؟ هي مفاجأة الحقيقة. مالك حاسس كده يا كريم؟ ما بتاكلش ولا ايه؟ ده جاي. انتوا ايه؟ ازاي جيتوا؟ مين اللي جابكم؟ انا اللي جبتهم يا حبيب قلبي. فرحان فرحان قوي. أنا وأنا كمان. صوريني صوريني. جزيرة اللي هناك دي يا ريس؟ دي جزيرة العشاق. ما تيجي نروح هناك نوضب أكلة وكراسي وقعدة. حضرتك أنا مش جاية أقعد، أنا عندي شغل، جاية أصور وبس. طب بمناسبة الصور ممكن آخد صورة معاكي؟ لا عشان خاطري. ما قلت لا. ما تطلع يا ريس. يا جيجي يا جيجي استنى بس يا استنى يا جيجي اسمعيني. استنى انا ما خدتش صدقيني. انا يا جيجي انا ما عملتش حاجه. عايز ايه؟ بص ابو كريم يا ريس. كريم انت فين يا ريس؟ طب اروح فين بس يا ريس؟ تعالى يا ريس. طب اهو يا نهار اسود. كريم نبيل يخرب عقلك ما عرفتكيش. يا سامر ازيك يا نبيل؟ عامل ايه اخبارك؟ قول لي عامل ايه؟ جاي هنا بتعمل ايه ولا مع مين؟ بتشوف حد من العيال؟ بشوفكم. ايه رايك في المفاجاه دي؟ نو واي مها ودينا وهاله؟ دي ار اكستريملي ديفرنت. ومال هاله اتغيرت كده؟ ايه اللوك الفظيع ده؟ يا بنات انتوا مش عارفيني؟ نبيل قول لي يا كوكو، جبت بيبي ولا لسه؟ لا الحقيقه انا وجيجي We got divorced. Sorry. ليه؟ لا دي حكاية طويلة بحكيها لك بعدين. وانتي بقى يا نيفين يا حبيبتي اتجوزتي ولا لسه؟ اصلا اتجوزت وجبت كريم وعمر. كريم؟ ولا اتخطبتي؟ نو. طب في بوي فريند؟ بصي انا لسه مش لاقية شكل ثابت للعلاقة. مرة بحب ومرة بتحب. المهم قولي لي، عملتي بزنس؟ نو. خالص؟ انا عملت الماسترز وخلصتها. مش عارفه بقى لسه اذا كنت هسافر ارجع اكمل الدكتوراه ولا افضل هنا. بصراحه لسه مش عارفه. يعني انت لا اتجوزتي ولا اتخطبتي ولا عملتي بيزنس، امال عايشه بتعملي ايه؟ ام فري فري. تلاقي حكايه الطلاقات دي عملت معاهم شغل من بتاع زمان، مطاردات وحركات مش كده؟ مطاردات حتى تحت الميه وانا بغرق.
تلاقي كل واحده فيهم عماله تعيد تقييم علاقتها بالبارتنر بتاعها. المهم هتعمل معاهم ايه دول؟ مش عارف، العمليه عماله تتعقد. طبعا انتوا هتطلعوا معايا بكره السفاري. ونسافر ليه؟ احنا لسه جايين. الجروب كله طالع. هلا يوصل بالسلامه ان شاء الله الجروب. اقول لكم حاجه، انتوا من هنا ورايح خليكم معايا، انا عندي حته دي بروجرام وهم. ايه رايك يا كوكو نطلع؟ مش هتردي عليا؟ نفسي اسمعها منك زي زمان. وهون عليك تسيبيني؟ انت اللي سبتني. عارف انك اكيد قلقتي عليا. اخيرا لقيت المكان المناسب اللي نقعد فيه انا وانت لوحدينا. تعالي ده قريب، ده قريب قوي، ده هنا اهو. ها تعالي تعالي. خيانه؟ هو ده سبب طلاقكم؟ هو مالك مستغربه كده؟ كاني بقول لك طلقتها عشان سايبه نور الصلاه والع. قصدي بس قصدي ده سبب ما يخليش ابدا الناس تجيب بعض. انا تخيلت الحكايه ليها علاقه بالسيري. هاو كام يعني؟ يعني ما زهقتوا من بعض، مليت منها، او هي ملت تعيش معاه. هو ده اللي يخلي الناس تسيب بعض، مش ممكن حد يقدر يعيش بملل. تعالي هنا. يعني انا اطلقها بسبب ان انا زهقان، ما طلقهاش بسبب الخيانه؟ ده ايه الدماغ دي؟ انا اللي ايه الدماغ دي؟ انت اللي ايه المنتاليتي دي؟ مش ممكن الناس تقدر تعيش مع بعض من غير فيلينجز، ايموشن، تبقى حاجه صعبه جدا. بس كده خلاص، الحكايه بسيطه عندك قوي. بسيطه ازاي يعني؟ الزوجة ده انكم لسه بتحبوا بعض، ليه ما تتصالحوش؟ ما كل ما اجي اصالحها تحصل حاجه تكعبل الدنيا، وبعدين اخواتك بقى مها ودينا وهاله كانوا قاعدين في البيت عندي عاملينها رحله. ولا يهمك، انا هظبط لك الموضوع ده، خلاص ما تزعلش، يلا بقى، يلا نقوم. كيما هاي يلا تعالوا. هاي استنوا جايين معاكم. استحيل الموضوع جيزو ما تكونش اخلاق دلوقتي. لا 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 تعالى كفايه.
قبل أي كلمة تقولها عن ظنونك واللي كان، قبل ما تفرقنا كلمة، قبل ما يفوت الأوان، قبل أي كلمة تقولها عن ظنونك واللي كان، قبل ما تفرقنا كلمة، قبل ما يفوت الأوان. يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، محتمل نرجع وأحسن من زمان. يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، محتمل نرجع وأحسن من زمان. إحنا قلنا الحب ذاته قبل ما تسافر بعيد، قلت لك خدني معاك، قلت راجع من جديد. إحنا كنا الحب ذاته قبل ما تسافر بعيد، قلت لك خدني معاك، قلت راجع من جديد. وتوعدنا وتعهدنا بالعيون قبل الكلام، وتوعدنا وتعهدنا بالعيون قبل الكلام. واتفقنا عالرسائل وابتسمت وقمت قايل، اتفقنا عالرسائل وابتسمت وقمت قايل. معتز النهارده هو انت لسه هتتصدم موت. يلا You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up.
انت ايه اللي جابك في المطار فرح؟ انا عزمتك ايه؟ انت برضو ما عندكش اي نوع من انواع الحساسه. انت ايه؟ انت ايه؟ شفت يا فندم؟ شفت؟ معلش نصيبك كده. تروح له تروح له. بسرعة يلا يا اخويا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. يلخل. حاضر يلا. حاضر يلا. ولا Good morning.